انتخابات مجلس الشعب في سوريا يعني تذكرنا عندما كنا في الداخل. أنا غادرت سوريا وعمري 45 عاما، كنت أعمل في المحاماة، ويعني كنا مطلعين على المواد التي تخترق الدستور وتخترق القواعد القانونية في العالم جميعا. يعني كيف يمكن أن يكون لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب؟ هذه كانت إحدى المواد التي ينص عليها الدستور السوري. أنا من ناحيتي لم أشارك في انتخابات في سوريا إطلاقا، يعني منذ أول ما كان من حقي أن أنتخب إلى أن غادرت سوريا لم أمارس هذا الحق الذي منح إلينا ومنح إلينا لمجرد تغطية. فما كان الذي يحصل عبارة عن تمثيليات وليست انتخابات، وهذا عندما كان الوضع مستقر في سوريا. فما بالكم الآن؟ الوضع اختلف كثيرا، وأصبحت الفصائل والميليشيات المنتشرة هي التي تفرض أوامرها وتفرض سيطرتها سواء على الأرض أو حتى على آراء الشعب. أنا لا أتأمل من انتخابات مجلس الشعب شيئا، هي عبارة عن سلسلة في تمثيليات بدأت منذ القديم ولا تزال مستمرة. بالنسبة للانتخابات المجلس الشعب اللي عم بتصير مناطق سيطرة النظام، أي انتخابات وأي مهزلة، يعني هي مهزلة. يعني سابقا وأيام اللي كان موجود الدولة موجودة ويصير انتخابات كانت مهزلة وأسماء تتعين مسبقا من قبل فترة، الأسماء مبينة وكل المدن معروفة، فلان وفلان وفلان اللي هن راح يصيروا أعضاء مجلس الشعب، وهن اللي بمثلوا الطبقات هي الموجودة عندهم، هن يعني اللي بدهم إياهم، هن ما بيمثلوا الشعب. فحاليا اي انتخابات؟ وين الشعب اللي راح ينتخب؟ وين الشعب الموجود بالاراضي بسوريا؟ مين بده ينتخب؟ اذا اكثر من 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 نص الشعب برات سوريا مهجر ونازح بالدول او بالمناطق الثانيه، مين اللي راح ينتخب؟ اسماء معينه وجاهزه، ولا في انتخابات ولا في شيء. تعودنا على الشيء هذا وما في عندنا شيء جديد يعني. هذه الانتخابات لا يمكن القول عنها اكثر من استخف قومه فاطاعوه. نظام قتل وهجر أكثر من 10 ملايين من الشعب السوري، كيف يقوم بإجراء انتخابات ويسميها انتخابات مجلس الشعب؟ أي شعب وقد هجر هذا العدد الكبير من أهالينا في سوريا؟ من يوم كنا في سوريا ونحن نعرف أن هذه انتخابات صورية، يعني شكلية، الانتخابات يعني محتومة النتائج، فكانت الناس لا تشارك فيها بسبب هذه الأمور، يعني بسبب أنها كونها لا رأيك انتخاب لا يقدم ولا يؤخر. ونحن نقول أيضا في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الظروف يقوم النظام بهذه الانتخابات، فهي انتخابات شكلية لا فائدة ترجى منها، ولا فائدة ترجى من هذا النظام، ولن يكون هناك انتخابات حقيقية إلا بتغيير هذا النظام الذي إن شاء الله سيكون قريبا بعون الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أتوقعه لهذه الانتخابات أو ما أوقن أنه أن هذه الانتخابات ليست كاملة، فيها خلل كبير، لأن الشعب السوري هو الذي يجب أن ينتخب من يمثله بحرية ونزاهة، ولكن أين الحرية وأين النزاهة؟ ونصف الشعب السوري أكثر أو أقل قد هجر وأخرج وضيع، فكيف تكون انتخابات والشعب مغيب عن قول كلمته، عن اختيار من يمثله، عن انتخاب من يمثله في مجلس الأصل أنه يمثل الشعب ويمثل البلاد ويمثل إرادة الأمة، لكن هي انتخابات قاصرة إلى حد كبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى شعبنا السوري عافيته، ويعيده إلى بلده، وإن كان الذي ذهب يعني يصعب أن يعود، لكن عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا، وأن يجعل سوريا بلدا حرا ديمقراطيا، ليس بالمظاهر ولكن بالفعل، أن تكون الحرية سلوكا معاشا. أما أن يكون هناك متسلطون باسم الطائفية وباسم
الأزلام وباسم المناصب، فهذا ليس من الحرية في شيء. الحرية أن تسمح لهذا الشعب بأن يقول كلمته، وأن يختار ممثليه، وأن يختاروا هؤلاء الممثلين، هم يختاروا القائد ويختاروا الرئيس ويضعوا له الشروط والمواصفات التي يجب أن يسير عليها، حتى لعله أن تستقيم الأمور ويصلح الحال وترقى البلد ويحيا الشعب، يحيا حياة الطيبة التي نأمل له أن يحياها. أنا طلعت من سوريا عمري 10 سنين، النظام هو اللي هجرنا، قصفنا، قصف بيوتنا، فما نتوقع منه أنه يسوي شيء خير للبلد أبدا.